نظم موظفو وزارة الأوقاف وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة بأمانة العاصمة، مطالبين قيادة الوزارة بصرف المستحقات المالية المتوقفة منذ أكثر من 3 أشهر. وزارة كانت من أكثر الوزارات وفرة للمال وأكثرها إيرادا، وزارة الأوقاف أصبحت تعاني قلة الإمكانات وتوافر المستحقات للموظفين. هذا ما أكدته وقفة احتجاجية نظمها موظفو الوزارة أمامها. التماطل والتحايل في صرف المستحقات موظفي الوزارة، وبالأخص الإكرامية لأنها منذ شهرين، والتنقلات لأنها توقفت في بنك التسليف، وكان في مذكرة من الوزارة بهذا الخصوص، وعملوا مذكرة ثانية على أساس إطلاقها، وكانوا على علم بأنها موقفة. حالة سيئة يعيشها موظف وزارة الأوقاف في ظل غياب المستحقات، خاصة القادمين من المحافظات التي تشهد صراعات وحروب، ومنها تعز التي أصبح موظفيها يلتحفون السماء ويفترشون الأرض أثناء نزوحهم. بسبب الظروف الأمنية القاسية التي تمر بها مع محافظة تعز، تم إغلاق جميع المكاتب الحكومية في تعز، وحرمنا من رواتبنا من يوليو إلى والآن، وإحنا داخلين الآن في الشهر الخامس، تخيلوا بدون رواتب. كأن ولنا في الوزارة في ديوان الوزارة أكثر من شهرين ونصف، ونحن نراجع أوامر حبر على ورق، يعني كأنه لا شعور، كأن احنا موظفين ولنا حقوق ولنا أسر نصرف عليهم. الوقفة الاحتجاجية أكدت في بيان لها أن الحق لم يعد موجودا منذ فترة، وأن من واجب الوزارة الإنساني الحفاظ على الحقوق وإعادتها لأصحابها. إن وجد من يؤمن بالله وبالعدالة الإنسانية، وزارة الأوقاف والإرشاد من أغنى الوزارات الإيرادية. المنتفعين في وزارة الأوقاف 5%، لا درجة لا تصدق، فمنهم ملياردير. 95% في وزارة الأوقاف الذي يقولون أنها أغنى وزارة يعانون الفقر المدقع، نصفهم مجانين وحالات نفسية. أصوات تعالت باحثة عن حق يوفر كرامة العيش لموظف أصبح العيش أصعب ما يناله في ظل العدوان الداخلي والخارجي.